بعد 7 أكتوبر احنا عم نشوف انه الخطوات اللي أخذت بناء على قانون الطوارئ هي خطوات انتقامية بكل ما للكلمة من معنى، انتقامية بكل المستويات، بمستوى التعامل مع الناس بالشارع، الاعتداء، الضرب، الاعتقال. وجزء من هذا الاعتقالات اللي اليوم عم بطبقوها هي قضية موضوع التواصل الاجتماعي. أي كلمة ممكن تنحط على التواصل الاجتماعي بتشكل تهمة. القانون الجديد هو قانون معدل على القانون مكافحة الإرهاب بين مزدوجتين اللي كانت مصدره الكنيست، وهذا مر في 13 تشرين الثاني يعني نوفمبر بالكنيست بأغلبية 17 صوت. وهذا القانون عماله بقول بعدل على نفس قانون مكافحة الإرهاب بأنه أضاف مادة بأي حدا بقوم بنشر مواد على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيكون فيها تأييد بشكل ما أو مباشر أو غير مباشر للمقاومة أو لحركة حماس في قطاع غزة أو بفرج تضامن مع قطاع غزة. والحقيقة صار هذا القانون مر في الكنيست، وقد تصل العقوبة إلى سجن لمدة سنة، وهذا شيء عم أدى إلى زي نوع من التخوف لدى المقدسيين والمقدسيات، خصوصا ما بين الشباب والصبايا اللي صاروا يفكروا أكثر من مرة قبل ما ينشروا شيء على السوشيال ميديا. اليوم في إشي جديد سن خلال هاي الفترة اللي هي جزء من الشباب اللي تم أسرهم خلال الأيام الأخيرة، تم التهديد بإلغاء إقاماتهم، بسحب هوياتهم تحت بند مساندة منظمة غير قانونية. الصحفيات والنساء اللي تم اعتقالهم صار في تهديد، في نوع من الاقتصاص من النساء وفي نوع من التهديد بالاغتصاب. يعني في إحدى حالات إحدى الصحفيات اللي تم اعتقالهم قالوا لها إنه الآن سنحضر 19 جندي يقوم واحد واحد باغتصابك، وهذا بناء على شهادة مشروعة بالقصب. دائما كانوا يستعملوا هذا الأسلوب، لكن هلأ بعد أحداث 7 أكتوبر تفاقمت هذه الممارسات في داخل السجون، وهي ظروف المعيشية كتير صعبة، منعت كل الزيارات، عمالهم حتى بيقيدوا احتياجات النساء بشكل عام واحتياجات المعتقلين والمحتجزين بشكل عام. علمنا انه دخلوا على المدارس ابتداء من جبل المكبر ونزلوا لسلوان ولا البلد القديمة وكل المناطق العيسوية وغير مناطق من القدس، وبدوا يفتشوا الموبايلات تبع المعلمات وتبع الطالبات، وبالتالي هذا عمال بطريقة غير مباشرة بيخلق نوع من الخوف من الاعتقال التعسفي. احنا شايفين اكثر من حوالي 3000 شخص تم اعتقالهم، و80% منهم تحت الاعتقال الإداري. كلها في ضمنها موجود موضوع بمعنى الحرب الديموغرافية اللي موجودة على المقدسيين. طبعا اليوم وضحت بشكل كتير كبير في غزة، ما يطبق بغزة رح يطبق بالضفة، هذا واضح. يعني في إجراءات اليوم عم نشوفها، وفي نهاية المطاف رح يطبق على المقدسيين وعلى أهلنا في 48، يعني مش بس. فهذا هو هدفهم، هدفهم لبلاد فاضية.